بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنستكمل باقي طرق method of control emissions اللي هي طرق التحكم في الانبعاثات الغازيه، وهنتكلم اليوم على الكاتالايزد كومباستورز فور ميشن كنترول اللي هو المحرقه اللي بتستخدم عامل حفاز للتحكم في الانبعاثات، وهنتكلم على الكاتالايزد از ا تول فور كنترولينج ميشن، وهنتكلم على أسس تشغيل الكاتالايزد والبارامترز which affecting on catalyzed performance، وهنتكلم على NOx conversions efficiency نسبة تحول الأكاسيد أو كفاءة تحول الأكاسيد النيتروجين. لما نيجي بكل بساطة بنتكلم على الكاتالايزد كومباستورز فور emissions، بلاقي NOx catalyzed consists of two principal NOx absorber، وفي هذه الحالة NOx Adsorbent is an alkali or alkaline earth carbonate interact with NOx اللي هو تفاعل كربونات القلوية مع NOx أو مع ثاني أكسيد النيتروجين والأكسجين to form لتكوين نيترات قلوية أو نيترات الأرض القلوية. الطريقة الثانية العامل حفاز ثلاث اتجاهات اللي هو 3-way catalyzed، وده بنختصره TWC used بنستخدم فيه بلاتينيوم أو بلادينيوم أو روديوم ميتلز، وبيكون المسؤول عن أكسدة الـ NO إلى NO2. Selection of catalyzed is based on exhaust temperature، يبقى اختيارنا لنوع الحفاز بيعتمد على درجة الحرارة، ففي درجات الحرارة المنخفضة low temperatures اللي هي من 170 إلى 300 are composed of metal as platinum. لو أنا جيت لل high temperatures من 350 إلى 600 are composed of metals like zeolites أو زنك catalyzed. خبر زنك catalyzed. يبقى أنا عندي أنا العامل الحفاز اختياره أنا يهمني إنك أنت تعرف إنه العامل الحفاز يعتمد على درجة الحرارة في اختيارنا لاستخدام عامل حفاز في عملية الحرق عندنا. لما بنيجي بنقول عندنا نوت NOx adsorbent is an alkali or alkaline earth carbonate that increase that interact with NO and O2 in diesel engine exhaust from alkali or alkaline earth nitrate علشان تكون عندي to form اللي هي نترات القلوية الأرضية. زي ما قلنا برضو عندنا 3-way واتكلمنا عليه قبل كده وعلى المعادن اللي بيستخدمها، وبنقول انه ال TWC are responsible for exciting NOx to NO، وبنقول انه عندنا اللي هو 3-way catalyzed ده بيكون مسؤول عن اكسيد النايت نوكس الى ثاني اكسيد النيتروجين. وزي ما اتكلمنا قبل كده على اسس اختيار النوكس، اسس اختيار العامل الحفاز، واتكلمنا على هذا في الشريحة السابقة سواء إذا كان عند low temperature أو عند high temperature. بلاقي NOx لما نحب نشوف الـ operating principles عملية تشغيل أو أسس تشغيل الكاتالايزد، بلاقي NOx adsorber catalyzed is lowered NOx HC and CO. بلاقي ان NOx stored by adsorbent is released and converted to N2، يعني NOx المختزن بينطلق ويتحول الى نيتروجين. ال TWC can used the reductant CO and HC in rich exhaust to convert NOx to N2.
lean NOx catalyzed is used to reduce NOx with the assistance of UHC reducing under lean exhaust condition. For lean NOx catalyzed two component reactions and the تفاعلين HC بيتفاعل مع NOx بيتكون N2CO2 زي H2O وبيتكون عندي N2O. ال HC يتفاعل مع الأكسجين هيتكون ثاني أكسيد الكربون وهيتكون عندي H2O. لما نيجي نبص للبارامترز affecting catalyzed performance العوامل المؤثرة على أداء العامل الحفاز عندي ال UHC and NOx concentrations يعني النسبة بين ال UHC إلى NOx ratio, flow velocity سرعة السريان, precious metal المواد الأساسية اللي هنستخدمها, load, fuel server level مستوى الكبريت, ال UHC specification توصيف ال UHC, توزيع السريان flow distribution, type of server component in the fuel structure, fuel vaporization. دي كلها عناصر بتؤثر او عوامل بتؤثر على اداء العامل الحفاز اللي موجود عندنا. لما نيجي نتكلم على NOx conversion efficiency يبقى بتحسب من المعادله اللي موجوده قدامنا دي. فبشوف الـ average NOx upstream ناقص الـ average NOx downstream على الـ average NOx upstream multiplied by 100%. يبقى هنتكلم على الـ NOx conversion efficiency. NOx conversion efficiency is calculated from the following equation. NOx conversion efficiency equal average NOx upstream minus average NOx downstream على average NOx upstream multiplied by 100. بنلاحظ ايه؟ ان الـ catalyzed efficiency decrease with increased sulfur content in the fuel. يبقى كفاءة العامل الحفاز بتقل مع وجود الكبريت. على سبيل المثال with 3 ppm sulfur fuel pm reduction efficiency 26%. يعني لو عندي في 3 particulate per meter موجودة في الفول بلاقي الـ reduction efficiency بتقل بنسبة 26%. With high level fuel sulfur there are increased, يعني لو أنا عندي نسب بتزيد بيخلي عندي الـ efficiency تبقى بالنيجاتيف. إن شاء الله نستكمل المحاضرة القادمة باقي طرق التحكم في الانبعاثات الغازية.